السؤال الثالث اللي معانا النهارده خاص بما حكم الادخار في دفاتر توفير البريد، ما حكم الادخار في دفاتر توفير البريد، وهل يجوز أخذ الأرباح؟ معاملة دفتر توفير البريد حكمها كحكم المعاملات البنكية، وبرضو الانتفاع وكذا في الانتفاع بفوائدها، يعني هي كلها شيء واحد، هي جائزة شرع ملهاش علاقة بالربا. وهذه المعاملات المالية سواء دفاتر التوفير التابعة للبريد أو المعاملات البنكية وما ينتج عنها من أرباح، هي معاملات تديرها هيئات قامت على مقصد الاستثمار والتمويل لا على غرض القرض والإقراض. وده احنا بنشوف المواطن بيروح يحط فلوس، لا هم طلبوا يستلفوا منه ولا هو بيقرضه، هو إما رايح هيمولوا له حاجة أو هيستثمر الفلوس اللي معاه، فهي هيئات ومؤسسات قائمة أساسا على الاستثمار والتمويل، فهي لا تتعلق بالربا ولا علاقة لها بالمقولة قل قرض جر نفعا فهو جر نفع فهو ربا، لا ملوش علاقة. فالفوائد البنكية والدفاتر التوفير هي من باب ما اسمه الفقهاء بعقود التمويل والاستثمار المستحدثة، لا القروض التي تجر النفع المحرم، وزي ما قلنا لحضراتكم لا علاقة لها بالربا، لذا فهي حلال شرعا. وعلى ذلك وعلى هذه الفتوى استقر العمل في مصرنا وعصرنا، وبناء عليه التعامل بدفاتر التوفير وان انا اخد الارباح الناتجة عنها جائز شرعا ولا حرج فيه.